مشوار السمين راح يا حبيبي، ده تعب بسيط وبكره يروح. اديه يا منصور. بقول لك ايه يا معلم رجب، قهوتك اللي هي دارنا هناخد فيها للاد العزا بتاع العم فردوس، ربنا يوسعها عليك. وحدوه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، طار النعش انت الحقيقه سيده مباركه. مسعود كوبايه العرباجي خرج من الحجز يا سيد.
منولي احنا جايين نصف معاك حساب مسعود. مفيش بيني وبين مسعود العربجي اي حساب. لا في خمرتك جابت له الوسواس. ايه يا اخويا وسواس؟ اه وسواس. اه كل ليله بيحلم بابنه الذكر اللي حده من الدنيا وهو بيموت قصاد عين. يا راجل يا مفتري يا ضباب. ايه بتربى له الوسواس؟ بس عباس سيبه سيبه ازاي؟ يلا منولي مش كده وسواس. يلا روايح لا تلاقيها والله زرع المحبة. يا سلام على الفول. ايه الندالة دي؟ احنا قاعدين نسكر واحمد امبارح ودع ست الستات. عمتنا اللي خيرها علينا ماتت يا مسعود. ايه؟ فردوس ماتت؟ ربنا افتكرها. لا حول ولا قوة الا بالله. طول عمرها شايلة وتعبانة. كانش حد يقدر يقطن في الدنيا اللي هي. كانت دايما تقول لي جرى ايه يا واد عباس؟ ما تشغل عضلاتك. تحتمل صايع كده وتغمزني تلات برايز. كانت تقول لي فلانك بخير يا سيد. كلها بخير يا عم. احنا الادي لازم نضلل على احمد. نجيب له البن والفئك والاوزاع. ده كان عشاها طاير بينا طير يا جدعان. يا عباس عباس ربنا بيفتكر الناس الطيبين. انا لما ربنا اراد ورزقني بالولد فردوس سئل عليكم. الله يرحمها. دول 20 جنيه كل اللي حياتي. خدوهم وربنا هيرزقكم ان شاء الله بالبين. اشكر مسعود. ايه عملت اخويا شويه بتحضر؟ بقول لك ايه خلص دول 20 جنيه عايزين ازازه فم النسايس بدراع. يلا تعالوا سواس. على عيني يا اخويا انا بسواس. املا له يا ابني ازازه ب 20 املا روح. بقول لك ايه؟ ايه؟ نروح للواد اسماعيل فراش نديله الازازه وناخد الاذاعه. ما نجيبكمش حاجه وحشه. ما نقولكمش حاجة حاجة وحشة حاجة وحشة. ولا سيد قول للولا سمير ان احنا خلاص جهزنا الاذاعة والشيخ الزنور على وصول. خليه يعلق على القهوة. كله سادة يا باشا. ها الله. ولا سيد حرام عليك. ما هو طالع قدامك زي القرد والتاني بينور الميكروفون ايده ما تهزيتش. هو ده اللي مجنني. بس انا نفسي بقى اطوق فيهم. ما تظلمهمش. ما فيش حد واقف جنبك الا هم. كدبوا عليا وقالوا انهم دفعوا للشيخ الزنقوري وجم ناس قالوا انهم حابسين عند عيد. الشيخ علي الزنقوري وصل. نورتنا يا شيخ زنقوري. الحمد لله على السلامة يا شيخ زنقوري. انا سلمته لكم. الزنقوري امانه في ايديكم. ها؟ طيب. وده سيد. ها يا عباس انت تمام؟ انا تمام وانت تمام؟ انا تمام يا اخي. شد حيلك يا اخي. عليكم مشكور. بقى لله يا استاذ احمد. 2 4 6 8 الو الو معنا الان الشيخ علي الزنقوري ابن عم مقري الاذاعه والتلفزيون الشيخ محمد الزنقوري. الشيخ الزنقوري لا يقرا القران في المقاهي يا عباس. انت قلت لي ان العزاء سيكون امام العشاء وانا حضرت خصيصا لكي يخبر الاستاذ احمد برفض القاطع والبادر. من الممكن يا استاذ احمد ان تستعين بالكاسيت لاحياء هذه الليله. الله. ليه الاصرار على صوت علي الزنقوري شخصيا؟ الكاسيت الكاسيت ما بيسمعش يا مولانا. المكان مش من مقامك يا شيخنا. والمكان هناك ضيق وقلنا نوسع عليك يا مولانا. وبعدين انت واخد فلوس على قلبك قد كده يعني تقرف المكان اللي احنا عايزينه بشوقنا لا مؤاخذه. انا لما اخد منك مليمن حتى الان يا عباس انا اسف واكررها علي الزنقوري لا يقرا القران في المقاهي. كل شويه هقول لعلي الزنقوري علي الزنقوري يعني علي الحجار. خلاص يا زنقوري خلاص. فلنقل العزاء امام العشاء. عباس كل واحد يحمل الكرسي الذي يجلس عليه بسرعه. زيع يا سيد. ودا سيد. العزاء ان شاء الله امام العشاء. لننتقل الى هناك لننتقل الى هناك.
الله العظيم الفاتحة. احسنت يا مولانا. احسنت يا زنقوري. احسنت يا زنقوري. يا اخوانا ما في داعي كل واحد ياخد كرسيه ويروح على القهوه، مش ناقصين مشاكل مع المعلم رجب. عيد مين يا شيخ عيد؟ يلا يا اخويا. يلا اخلع روح. انت بتغبس من الصبح؟ ايوه. طيب يا اخي شد حيلك يا احمد، خد بالك من نفسك، البركة فيه. اسم الله عليك يا مولانا، احنا السيولة اللي معانا خلصت، طمعانين في فترة سماح منك لحد اول الشهر. ما احنا في اول شهر عباس. ليه؟ احنا في كم منه؟ احنا في خمسة منه. الله، ما كده يبقى خلص. شوف يا مولانا، انت قمت معانا بواجب العزاء، واحنا هنزف لك بنتك، وكده نبقى خالصين. بنتي عندها 10 سنين يا عباس. لا حول ولا قوة الا بالله. طب اسمع بقى يا زنقوري، مفيش قدامك حل غير انك تستنى الاول الشهر لحد ما تجيلنا السيوله. سيوله دي اللي بتكلم عنها عباس؟ ناقص تقول لي اكتب لك شيك؟ والله كل الناس حذرتني منك، لكني اندفعت بعواطفي وقمت بوجبي. انا في البيت ومنتظر الامانه. وصلوا الاول الحاره يا سيد. انا عارف السكه كويس عباس. طيب يا اخويا بالسلامه يا زنقوري. ولا انت تمام؟ انا تمام. وانت تمام؟ انا تمام. كله تمام يا ريس. تمام. ايه رايكم تجيب لكم كوبايات ومزه وتكملوا؟ تذكروا في عز عمتي؟ الله، يعني انت مش واخد بالك غير من الشرب، ملانتها كلها كانت على كتافنا. والله ما انا عارف اعمل ايه من غيرها. يا احمد احنا ملناش اهل ولا قرايب، هي كانت كل حاجه لينا. ده انا لولاها كان زماني في السجن. لقيت بيته عندي ولادي، عايز بقى لوحدي. استنى خد الديك اللي انت سارقه يا سي عباس. هتمشيني بديك رومي في رصاص الليالي يا احمد؟ رصاص الليالي وربعها كمان. يلا سيد. ونحى بقربك يا عباس يا عيد. ابوتك. الله يرحم ابوتك. عملت ايه مع الزنقور؟ كل خير، خد السكه. سال عليا؟ لا ما جابش سيرتك خالص. طب يلا روحوا ناموا، انا داخل انام. هوديك معاكم؟ احمد مرضيش يبيته عنده في العش. طب لف بسرعه يا عباس وهات سيد وديه. We'll be right back.
ابني عباس. ابوس ايدك، الذبح بكره يا عيل. ما انا عاوز اخلص يا عباس. بس عشان اخوك احمد ياكل معانا، الذبح بكره. يبقى من نجمة يا عباس. ماشي. ماشي. من نجمة. ماشي. الموشع ابتدى. ايه البكاسه دي؟ طب ما تقول له يصلح السرير. قلت له، قال السرير سليم. العيب فينا. هو مش عباس كان وعدك انه هيرجع لك الوريه دي بعد ما طلعها من راد منصور؟ ده واد صايع بق بس، ويعتبر نقطه الضعف في فرقه الزفه بتاعتكم. مقبوله منك على قد سنك. كرو كرو كرو. مستنيه صحيح علي بوبي. حبيبي حبيب الحاره كلها، وهيعمل لي شريط كاسيت. يا سلام. طب ما علي بوبي راخى فص ملح وداف. يا ريت يرجع عيد. يا ريت. ده حبيبنا كلنا يا اخي، بس ما حدش عارف فين اراضيه دلوقتي. يا ترى مسجون ولا هربان؟ هي سقطت. الله 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 الله، ايه عدم الحساسه دي؟ هم كل يوم على الحال ده؟ والله ما بيفوت يوم يا عباس. لا حول ولا قوه الا بالله. لا بقى، اديله صوت، قول له عباس عايزه. صح، عايشه بقلق وعلى الله ما ينزلش. صح يا بابا. صح اخويا. احاول. منصور، 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 انت يا منصور. عليا النعمه، ما هيفتح له. انزل عباس عاوزك. الولا منصور شغال يا عم. بقول لك ايه، احنا ننام قبل ما ينزل، ده مفتري ممكن ينن على الارض هتبق. ماشي الحال. انزل عباس عاوزك يا منصور. ما ردش عليا الجزمه. إيه؟ انتوا انتوا يا عيال. ها يا عيال. ايوه يا عيال. ايوه ايوه يا عيال يا عيال. خير يا اسماعيل؟ عباس وسيد عندك؟ لا. طب ما سابوش عندك امانه؟ زي ايه؟ ازازه بدراع فاميلي سايز. لا واثق. الاوساخ جم المحل وجابوا لي ازازه عشان ياخدوا الاذاعه، وقالوا لي احسن نشربها في اللمه معانا، وخدوها مني تاني. امال فين اللمه؟ يلا يا امك ساتاخرت على الشغل. ايوه يا سعاد انا جايه، استنى ما افتح. صباح الخير يا حمد. صباح الخير يا عم، اتفضل. لا معلش، دي لقمة سعاد عاملاها لك بنفسها عشان تغير ريقك بيها. والنبي ما تكسف. يلا يا سعاد عشان هتتأخري على الشغل. ده أمر الله وملناش فيه، وده دور وداير على الكل. عدى عليا في المكتب دلوقتي. علي بوبو يا سويسرا، انساه يا عم، دي حياته كلها خطر في خطر. انا خايف عليك. وضب عربيه عمتك واقف عليها، وربنا يرزقك بالحلال. ما عمتي ماتت بالحلال يا عم عثمان. كانت تقوم من عز النوم بالليل وتسالني الساعه كام يا ابني. اقول لها 12 بعد نص الليل. نسوكات تقوم تاخد العربية وهي فاضية وتسرح بيها والعيال يزفوها في الحارة. أنا مستني علي بوبي عشان أخرج من الحارة بقى. أنا ماليش حد يا عم حسني. ليك يا عباس وسيد وعلي وعيد وحسن. ده آخر جواب وصلني من علي بوبي. اسمع أخويا أحمد، أنا هربان بس المرة دي مش من البوليس، ومعايا شنطة فلوس أصحابها ما يقدروش يبلغوا.
لكن عاوزين يوصلوني. لكن على مين؟ ده انا دايب في الهوا ونفسي لما الجو يروق سيبك من الحاره والزفه والسنين وتيجي تعيش معايا في الامان. انا نفسي تشاركني فلوس وما تقاسمنيش الخطر عشان عمتك والعيال وعم حسني ومغني المقابر عيد. كبرت يا سعاد. كبرت. انا كبرت يا مانو. لما هجم علي حسيت بجسمي زي ما تكون نار وقدت فيه. بس ولعت. كنت خايفة. مدة على بال ما لم نفسي. ما احناش جيب الله يا جدعان. الله. حبة حساسة. اخوانا موت عمة احمد برضك قلب كياننا كلنا. وان شاء الله لما رد ورجعنا لنا بالسلامة هبقى اعمل لكم كده كام بروفة على الطاير لزوم الانسجام. انا قلت الخلاصة. اشتريها عشان زردوس عيانه وش امه فقري يا خوف يا عوض ده يكون ذبحه. انا بس اللي ادق يا عوض وخليني اشوف شغل وحتى ابوك. خير يا فرج؟ خير يا احمد. الباقي في حياتك؟ حياتك الباقي ايه اللمه دي كلها؟ يلا يا اخويا منك لولي ملوش شغلانه اتكل على الله. عباس فين يا احمد؟ حق يا فرج. حقي 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 يا عالم. يا جدع انت كل كلمه بموت وارني غزال ولا ايه؟ لسه الحكايه دي فيك ولا عمرك استعملتها جتك خيبه. اسمع يا عوض اذا ما سبتش المقطه دي انا هلبسك قضيه سلاح. عباس وصل. قلت له ان انت كلت الديك. وحشنا يا فرج. بقالك مده غطسان. ايه يا فرج مالك مكلبش وشك كده ليه؟ انت غسله بنشا؟ ايدك ما تترفعش بالمطوه على صاحبك يا فرج. ايه مالكش دعوه يا سيد. قول يا عباس انت شفت الخلقه دي قبل كده؟ عوض ابن حارتنا راجل مسن واسرع واحد يطلع المطوه عدم المؤاخذه ويعور نفسه. ده ايه نبقى معزله وضيع حقي يا جدعان. اب بديك يا عباس. ديك
ديك ايه يا فرج؟ قلعنا يا سيد. اقلع يا عباس. الله الله والله يا عال فرج بيشك فيا، بيتهمني بالسرقه، بيشك فيا يا سيد، بيشك فيك يا عباس. فاكر كنا بنقول لك ايه في المدرسه يا فرج؟ فوق اصحى فوق اصحى. ودلوقتي لازم نقولها لك تاني يا فرج، فوق اصحى فوق اصحى. عباس اكبر من كده بكتير، ما تقول وحيد، ما تتكلموا يا خل. فرج اللي كان معايا في الابتدائي على تخته واحده واحنا الاثنين فشلنا في التعليم بيشك فيا يا ناس. البس هدومك يا عباس بدل ما البسها لك بالقوه. الناس اللي انت بتشاهدها عليا دي هي اللي قالت لي اهو. قلت له ايه انا؟ ايه بس خلق ولا انا ناقصك عيد؟ انا اللي خدت ديك. خلاص سيب لك اخوك عباس شويه يا فرج. تعال تعال ما تخلص نفسك يا عباس، فرج مش شاهد لك بالاذيه. انت كنت كده تقول. كان قلبي حاسس يا عباس. احنا في ايه ولا في ايه يا عيد؟ فرج هيودينا كلنا القسم. النهارده جاي خبط عشان الديك، مش عارف بكره هيحصل لي ايه من تحت راسك. قلبي بالديك وخلصني. انا سرقت الديك عشان خاطر عمتي الله يرحمها. عيد الديك فين؟ عندي. يلا اديله المفتاح عشان يجيبه. ماشي. ولا انه عمري ما اديت مفتاح لحد. خد. لا خلي سيد يروح، انا هوبلس. ايه؟ انا تعبان يا احمد، هخش جوه العشه اقعد مع نفسي شويه. روح يا سيد. خد يا سيد. دور لي طبعا القميص بتاع عيد على ما اجي. روح ورا سيد افرج هجيب لك الديك. يلا اخويا انت وهو كل واحد روح لحاله. يلا انت فين يا عباس؟ انا هنا يا عيد. تعال. تعرف الواد منصور هو اللي واشى بينا، اصل الديك طول الليل ما بطلش كركره. هو الواد منصور؟ احمد انت زعلان مني يا احمد؟ والله ما عارف اقول لك ايه. خد اهو براءه فرج. حقك رجع لك، اتبح لنا خروف بقى. يا سعاد لما شافتني قفلت عليها باب اوضتها ليه؟ انت مش واخد بالك، سعاد واخده على خطير. من انا؟ من عمايلكم السودة، انت والمخفي عباس والمولد اللي عملتوه في الحاره. طب خلاص يا عم قفلي يا عم قفلي. سعاد يا سعاد رد عليها يا سعاد. لو طلعت لك مش هيحصل لك كويس، سيبها في حالها احسن لك. في ايه يا سيد؟ عايز مني ايه؟ انا لسه قلت حاجه عشان تطلع فيها زي الصاروخ. كنت عايزك في موضوع. خليك في حالك، مفيش بيني وبينك اي مواضيع. انت قلب عليا ليه طيب؟ انا بقول سيب احمد في حاله، وكفايه عليه موت عمته ده، انت هتجيبه له خفيف. انا ماشي يا عم. قبل ما تمشي جبت فلوس الجمعيه؟ لا يا عم، وخلي اي حد يبدل معايا، انا عايز اخد اخر واحد. ده انت كنت هتموت نفسك عشان تاخد الخامس. خلاص انا مش ضامن ظروفي، ومش عايز اي حد يبقى له اي حاجه عندي. انا سنه ولطوشن الهوا. استنى يا سيد ما تزعلش، انا متضايقه يا اخي. اللي متضايق يتضايق على نفسه. طب استنى ما تمشيش، انا هعمل لك كوبايه شاي. انا مش عاوز يضرب سكري ولا اقول لك جرجره على القهوه عشان يضرب قدام الشباب وتبقى علقه شبابيه. اصبر. عطله يا عباس. افتح. عطله. دلوقتي عطله ده ما بينينيش ويدين. تعال اخويا اتشر يا عباس. وانت فرق عليا ليه؟ اعمل عين على الحكومه. ايه يا عباس؟ اتشر قدام الافلاك والصين. حد بقى من وشي يا عباس. انزل. سيبهولي يا عباس. ارفض. سيبهولي انت يا عباس عشان ما تتعورش. ايه يا عباس؟ يا بابا مرة واحدة استعملت حقي. يا مالكش أي حق في البيت ده. لا أنا ليا حق، دبرت بيتي. عيب تخرج برا يا عيني الأدب. زرت وانا صغير مع عمتي وانت معانا يا عم حسني. انت ما اتجوزتش عمتي ليه يا عم حسني؟ فردوس تصدق مش عارف ليه ما اتجوزتهاش، ما كانش في نصيب. ما تقلبش عليا المواجع، ما انت ليك صوره تانية دور عليها. انا مش قادر افهم انت ازاي قدرت تجمع الصور دي كلها لاهل الحاره؟ ده ما فيش حد في الحاره ما فيش صوره ليه. شوف صورنا واحنا صغيرين في المدرسة. أول الواد عباس طول عمره متشرد رابط دماغه وكان بطح الناظر، وجنب الواد فرج واقف زي اللطخ. وراهم علي بوبي. وحشنا علي قوي يا عم حسني. غبته المرة دي طولت. تلاقيه مسافر ولا مسجون؟ أنت هتفضل قاعد كده مستنيه. أعمل إيه؟ ما
ما انا قعدت ادور على شغل في كل حته، كازينوهات، اجنصات، فنادق. ما عندك عربيه عمتك شغلها وشغل سيد وعباس عليه. مرحبا مسعود. السلام عليكم. بقالك مده مش باين، تعال. ابدا، انا كل يوم والتاني في القسم، المخبرين مش هتقني. ليه؟ وانت بتعمل ايه؟ ابدا، مسؤول عربيه وانا سكران، قلت لهم الحمار عارف سكته، قالوا لي ولو. خد لك بق شاي. انا تعبان يا احمد، طول النهار بسيل اسم المكاتب والوسعايه ودوره الميه، كل ده مش مهم. اللي فارق مخ مطير نوم من عينيا ابني، خايف للولا يحصل اخواته الثلاثه اللي ماتوا قبل كده. اسمع مسعود، انا عندي ليك حل. كانت عمتي الله يرحمها قالت قدامي بالصدفه، قابلني بعد بكره في خماره منولي وربنا ان شاء الله هيعدلها. ماشي؟ ماشي يا رب. يا احمد ايوه، عمتك فردوسه الله يرحمها دي ست طيبه قوي، بركتها حل عليا وانا معلق الحجاب بتاعها في صدر الولد. وشوف دعوتها خليتك تقف في سكتها عشان تساندني. يا رب ارحمها يا رب يا رب يا رب. مساء الخير يا عين. اهلا يا احمد، مساء الخير. فين سيد عباس؟ مش سامعه، يبقوا نام. انت بتسمع على خير وانت بالاهل. ربنا اذن ونويت تطلع بالعربيه. طب والله انا فرحان. فرحان يا عين؟ انا طبعا فرحان عشان بطلت تفكر تسيب الحرس يا حبيبك علي بوبي. ومين قال لك ان انا بطلت؟ ده حلم يا عيد ونفسي يتحقق بس مش عارف ازاي. عارف عمتي الله يرحمها حتى بعد ما ماتت ريحه السمين ما راحتش من جدتها. عم حسني لما سالني قلت له انا لا بحب السمين ولا بحب العربيه ومش عايز حياتي تتعلق بيها. يا عم اعتمد على الله وعليا، حياتك لا هتتعلق بالعربيه ولا حاجه، انت مش هتعمل اي حاجه، هتقبض اخر النهار وبس، وانا يا عم هحاف لك العربيه وهدور لك العمليه كلها. ماشي؟ شاهد عين على كلام الواد ده؟ ايوه انا شاهد على الواد الصايع ده. ابوتك؟ لا لا لا. من بكره هتيجي معايا المبنى. احنا قربنا نخلص. الصوره فين يا عين؟ يا واد يا عباس الصوره اهي. بس بقول لك ايه، حطها في مكان الصادره في العربيه، اصل دي صوره اللي هتنزل على الشريطه. بس يا بنت انت وهي يا بنت. عيد يا حبيبي يا عيد. ما تسمعنا حاجه يا عيد كده ولا عباس؟ اجري على الكرسي من عينيا يا حبيبي يا عيد. انا عايزك تنسى طول ما انت مع عباس، تنسى هتني وراك لحد ما وصلك وتركب الزلموك. احنا قادرين ناكلها لما هنركبها. طب اقعد على الزلاوزه. غني يا قمر. جاهزين؟ جاهزين. الحلوه دي قامت عجن في الفجريه سقطات وديك بجدا كوكوكو للصبحيه. يا سلام، يلا بينا على باب الله يا صنايعيه، يجعل صباحك صباح الخير يا استعطيه. صباح الصباح. ما تغنوا انتوا، بلاش انتوا رزلين قوي. Thank you.
يلا. أنا رايحة أشوف. ما تتأخريش. هلا. هلا الريكورد بعيد من هنا. أنا مش عارف أنت جايبه منين، اتكل على الله. سعاد ما عرفتكيش، ايه اللي انت عاملاه بنفسك ده؟ ابدا انا كنت جايبه لك حاجه زي كده بس ما كسبتيش. انا ما اقدرش اكسبه. عباس علي اقف شويه على العربيه، انا طالع شويه لعمك حسني. بالسلامه يا اخويا، خد وقتك على الاخر. ها بحبك يا فندم. الفيران كلها شبه بعضها مؤاخذه يعني. لا في اختلاف، لو دققت هتلاقي، بس انت اللي كسول وغير دقيق. لا حاضر يا فندم هبقى لا بقيت. دي هنا هنا اهو. طب والعمل طبعا غير دي. ايوه صح فعلا غيرها خالص. والعمل طبعا يا فندم العمل انت اللي بتقولي والعمل؟ العمل انك تاخد بالك من شغلك وتهتم بيه. حاضر. وعاوز انبهك لحاجه. أيوة. انت اسمك مكتوب بقلم الرصاص يعني مش متثبت. ها؟ حاضر. لا اوعى سيادتك ان دي اخر مره سيادتك تتلخبط فيها خالص. كل مره تقولي كده. انا بقول يعني الارانب بعد ما بتكبر وتبغر يعني لا مؤاخذه سيادتك بتروح فين؟ انا اصلي قلقان قوي على الارانب يعني سيادتك. ده سؤال متصل بالعمل يا سيد. الارانب والفيران واحده بترجع المخزن عشان بعد كده تعدم. تعدم؟ طب انا بقول يعني لو ان التجارب دي مش خطيره يعني اقدم طلب لرئيس المخازن واشتري منه الارانب دي جمله وابيعها عندنا في الحته. عندنا يا عيني الناس في الحته ناس غلابه هيفرحوا قوي بالارانب دي سيادتك يعني. سيد انت مجنون! انا حاولت التحقيق فورا وكمان حامل جرد على الارانب. طبعا فكر بالطريقه دي. يا فندم عندنا ناس في الحته بياكلوا كل حاجه، بياكلوا كل حاجه وبرضك عايشين. طب تاني بقى. طب ما تزقيش طيب. يا رايق يا بلولي قعدتك ما بقتش تلف. هتموت الكعب. ربنا وعدني بموظف يعدى عليا كل يوم وانا بشتغل. قول لي اسمك مكتوب بالقلم الرصاص. عشق مبسوط قوي بالحكايه دي كده ليه؟ سجاله يا بيبس. سجاله يا اخويا. خلاص بقينا كتف الكتف. خلاص سجاله. قول يا اصحابي طيب. معايا شريط نسمعه سوا مع بعضينا. حبيب قلب حليم. حط حليم في جيبك يا سيد. ان الاد الفرحه دب علشان الولا سيد سايبوه الشغل. قلبه مضروب 100 جزمه وانا مش عارف ليه. انا لو منه كنت افرح واعيص واقلبها دانس. الراجل شغلته واكل الفراخ شغلانه رخمه بنت كلب. لا ويقول لي دي فلان تجارب يا عباس. تجارب مين يابا؟ بقول لك ايه؟ خلي بالك من الكلب يروح كده ولا كده. لا انا شايف بعز نفسي. اعمل ايه؟ عايزها تمشي. انا كنت اعرف زمان واحد زي كده برضو كان عاوز يمشيها. كنت بروح انا وعمتي المانيا علشان نزور واحده صاحبتها عالنيل. كنت اشوف واحد بيجري بلبوس وحاطط ايده قدامه عشان يغطي عورته، فجاه يرمي نفسه في النيل. بعد كده عرفت من الناس انه كان بينزل بجسمه كله عشان يسلك المجال. هو الجدع ده شديد قوي عشان كده تلاقيه اتكل. قفل التسجيل ده يا عباس، الناس متضايقه. ولم الكلب ده العمال يتنطط من الترابيزات كل شويه. احمد انا سعود. عارف بقى الكلب الاسود اللي مش عاجبك ده؟ شايل في رقبته حياه بني ادم. سيبك من الاونطه دي، كل يوم تحكير مزاج وقله ادب. انا مش عارف اعمل ايه معاك. ولا تقدر تعمل حاجه. يالا خليك في حالك واحنا في حالنا.
احنا بنحبك يا منولي وبتصعب علينا لما نضربك. امتى الزمان اسمح يا جميل؟ خلاص يا مسعود الواد هيعيش وما تتكلم عباس. الله انت مالكش اللي انا مو انت يا سيد. ارفع رجليك. ايه حاجه يا منولي؟ خلي عندك رحمه يا اخي تحت منك روح. انت ايه ما عندكش تنين؟ يعني ابني هيعيش؟ انت شايف ايه؟ ده كلب اسود كبير ولا صغير؟ صغنن يعني في عمر ابنك؟ هنضلله ان شاء الله، هنلوصه، هنخليه ما يعرفش العيل من الكلب. ما ده اللي هيحصل يا اخوانا. يعني مش هيعرف يميز؟ لا مش هيعرف. هو مين؟ ايه في ايه؟ وقفتوا ليه؟ شوف امسك يا ضيع اقعد. سيد كانه ضيع ابنك. ارجع يا عباس ورا. اسمع يا عباس خش عليهم بقى كانك عزرائيل. عزرائيل ايه؟ اقل منها؟ لا حلاقي خالد الكلب هيموت وسيد هيعيش. الكلب ده هيتربى مع ابنك، حميه، اكله، خد بالك منه. اديني الكلب يا عباس، عايز امسكه. خد بس بالراحة عليه، بالحنية كده. منولي، خمرة العيال اللي نزلت واللي هتنزل على حسابي. سامع يا منولي؟ أنا مش قادر أعرف أنت بأمارة إيه سموك منولي. هو فين؟ هو مين؟ ايه مالك يا مسعود؟ ما انت شايف؟ ايه؟ ده العريش واقف من غير الحمار. اكيد يا مسعود واحد قطرك ومشي وراك سنه واحنا في الخماره وسرق الحمار وساب لك العريش ونوبع. ايوه بس هو فواز الجبل اللي سرق الحمار خارج من السجن بقاله اسبوع صح؟ اه 24 ساعة والحمار هيكون عندك. بس احنا لو سيبنا العريش كده لا مؤاخذة يعني هيتسرق هو كمان. لا ما انا مش هسيبه هاخده معايا. اه مفيش بخت يا جدعان. بقول لك ايه ما دام هتسحب احنا كلنا نركب العربية وتسوق انت مسافة ولما تتعب كل واحد فينا يسوق مسافة وعلى كده نوصل. ماشي ارتاح. يلا يا اخوانا يلا اخوانا اتكلوا على الله. يلا يلا يا شيخ مسعود. يلا يا مسعود. يلا مسعود. عشان رحت لزينهم يا احمد. زينهم مين؟ اللي بتاكله الانارب. الدكتوره وحشتني رحت اطمن عليه. الحمد لله زي الفل. هو كان له كام جوزه يا سيد؟ كتير متعدد. شفت الواحدة اللي بتعرف تغني يا عيني؟ شفت لك الرطوبة يا مسعود؟ بكرة هيك شفت يا عيال. شكرا يا احمد. اصبح على خير. هلا مسعود اشتكل تصبح على خير. والله يا معلم. أبوتيكا. اشرب سيجاره بره. ايه اللي مسحيك معايا دلوقتي؟ مستنيك. مستنياني؟ مستنيك. شارك يا سعاد. وما
انت لازم تفرفش، انت تعبان. انبسطت لما رحت؟ مش كنت اتميلت وخلصت وش الحمار ده بدل المعكاكه اللي انا فيها دي؟ البركه فيكي، انا ما بعرفش اجيب الوش، الوش عايز دقه وانا مش دقيق. فواز هتكذب عليا ولا لا؟ هتجوزك بس لما تبطلي تتفشل. ده اتخانق يا فواز. حرمت الحمير. انا حرمت. يلا وقف يا فواز. انا بيت هتجيبه على مره ولا نتكلم. محدش منكم هيدخل طريق. بعيد يا بنت، مش تيجي شد معاه. امشي اوعى انت. يلا يلا يا احمد، خد اهو. صباح الخير، طلباتك. رجعتني شكل. انت لسه مع فواز؟ لا قوي. مع فواز ولا مع غيره؟ يخصك في ايه؟ على فكره انا باجي العربيه كتير قوي ما بلاقكش. لا، ما انا بشتغل خفيف خفيف لما اكون محتاج فلوس بس. اتفضل. يشكر يا فول. السلام. سلام. يا عيني على الناس الحلوه اللي بينزل لهم الغزال من الجبل عدل. قص جحش. فك عن ناسك، فرفش، فك بقى. جرايه بني ادم، انت ما بتحزنش وما بتتعكننش. واحزن ليه؟ واتعكنن ليه؟ بس قول لي ايه رايك؟ ايه؟ في البيت؟ بقول لك ايه؟ سيد تعبان قوي وزعلان من ساعه ما رفضوه. انا عرضت عليه يجي يقف العربيه هاي ستارز، العربيه هتبقى اكل عيش وفرح قوي. الله، وانا رئيس ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش في عباس؟ على العموم انا فهمتها، عارفها وهي طايره. عشان كده اول ما جه الواد اسماعيل فراشه خدت منه عربون الزفه. كل واحد فينا يدور على اكل عيشه. انت ما بتزفش لوحدك يا عباس، فين الفلوس؟ طب حاسب، حكرنيش للقميص. بقيه الفلوس اهي. هما دول؟ الباقي اشتريت بيهم جزمه. جزمه فين دي؟ في رجلي. ايه ده؟ حد يلبس بوت في عز الصيف؟ انا. هنعمل بروفة لوحدينا، ما تروح تشوف الولد سيد. صحيح الولد سيد. طب يا فارس توب، خليكوا زي ما انتم. يا سيد انا مش هزف، ما حدش شريك، انا مش هزف اسماعيل. الله، ما انا عايز اعرف ايه السبب. من غير سبب هي كده بقى بلطجه. بلطجه؟ بلطجه. ايه الحقيقه ده؟ بيقول لك بلطجه اللي قطعت هتاكل حالها. اصحى يالا، الولا سيد هيفرد عليا. فوق، ده انا دمرك. مش رايح يا عباس، احنا مش رايح. ما تحتقوا امار يا عباس، يمكن في حاجه مضايقاه. الله، عباس. ايوه يا ريس. سيب سيد وتعالى. طب داهيه لميت علينا الصراصير. كنت هبهدلهولك، احمد رحمه من ايدي.
ايه يا ولا يا سيد؟ ها؟ ايه يا ولا؟ انت هتعملي فيها عاطفي يا ولا؟ خليك يا ابو صلاح. ايه يا كلمه خلاص؟ لسه مش عارف اصوره. يلا يا راس اسكت كده، امسك الورد كويس وانت كده اهو. بس كده ما تتحركش، بص الاصبع اهو، بص الاصبع بقى ولا حرف. مالك يا سيد؟ فيش. ساكت يعني وما بتتكلمش؟ اسماعيل بيتجوز صاحب عيد، واحنا صغيرين كنا بنروح نصطاد سمك سوا، كان عنده عجل بياخدنا وراه زي ما يكون امبارح. عقبالك يا سيد. بالي. يوه، امال انا اعمل ايه؟ فتحية خلاص بطنها اتنفخت، مبقاش عندي امل يا سيد. كنت عايش على امل انها تنزل دور وترجع لي. يا فتحية حامل؟ ايوه. طب هي سابتك ليه؟ بص المرة دي بقى تقول لي ما تغلوش عليها زي كل مرة، ماشي؟ هقول لك يا سيد. كانت عاوزاني اطلع الطرافة اقرا ولقط رزقي. انا رفضت. جوايا مطرب. تعبني يا سيد. عاوز احترف الغناء. الزفه جت. الله، والواد اسماعيل ده جه هنا ليه؟ هو مش كان عازل؟ لا، اصل هو ما يعرفش حد هناك. قال لازم يعمل فرحه وزفته تخرج من هوم الحاره. عامل فرحه فوق سطوح خاله. بقول لك ايه يا سيد؟ اجهز بقى واجي نروح سوا، بلاش غلاس. ها؟ ماشي. وسلام للعريس وعشره متبوسه للناس والبوليس. سلاتنا للعروض نوته وسلاتنا للعريس نيس وعشره متبوسه للناس والبوليس نيس. عريس نسنا مجدة تندع، عريسنا مجدة، عريسنا مجدة، وعروض نصته أبدى تندع، عروسته أبدع، عروسته أبدع، سبحانه هو اللي جات نمع. شمود نوسة وسلات نمل العروض نوسة وسلات نمل العريق نوسة وسلات نمل ايه مرات نبع، سلام نربع، سلام نربع، غروط نوتة تلات نعلع نوتة يلا يلا تلعلع، وماتنا الحاوض يزرع حسودة تنبر وتلع، يا غروط نوسة محروط نوسة.
ساعات. ايوه. لو حد تقدم لك يتجوزك اقبلي. ايه بتقول كده يا اخي؟ انت عايز ازعلني منك؟ انا مش مشغول غير بحاجه واحده بس، اني اسيب الحاره. انا نسيتي خربانه يا سعاد. لو سبت الحاره هسيبها انا كمان. انت مجنونه، سيب الحاره وتروحي فين؟ اي حته، مش قادر اعيش فيها بعد ما تمشي. تهديش يا سعاد؟ انا ما بهددكش يا احمد، بس بقول لك على سؤال. نمت ده انا نمت وانا قاعده مستنياكي. سبت الفرح ليه؟ ابدا اتخنقت. يعني مش عاوزك تسيبي الفرح؟ طب اللي حصل وايه اللي بتعمليه ده؟ حد بيغسل بالليل؟ انا زهقانه يما. حلاوتك يا جمالك يا سهود، العلم خبى عليا كل ده وانا ما اعرفش. يا سهود انت بقى اللي كلت بعقل احمد حلاوه. يا ابني احنا اصحاب. طب ما انا صاحبه، ما ادانيش العربيه ليه؟ انت عارف يا عباس؟ عارف ايه يالا؟ عارف انك بتاع نسوان، واي واحده تخش هنا هو هتعلقها وتعمل لنا مشاكل. طب وماله؟ بتاع نسوان، انا فيا حاجه بتشد النسوان، الحاجه دي مش فيك، نصيبك بقى تقوم تحب. يا سهود انا شكي كان في محله، يبقى انت اللي وزيت علي احمد وانت اللي كلت مخه. انا ما كلتش مخ حد، احمد حافظك كويس واريك صفحه صفحه يا عباس. كده؟ طب هات الريكوردر بتاعي بقى. انت مش قاعد تحايل على احمد عشان يعلق لك الريكوردر على العربيه؟ خلاص يا ساوي، خلاص يا اخويا. وانا معقول برضه عايز عليك الريكوردر؟ انا هاخده انضفه بالتنر عشان التست بتاع الشيخ عيد. خلاص يا اخويا ربنا يهديه. احمد ازيك يا مسعود؟ كويس الحمد لله. الواد كويس؟ ما الواد قدامك زي الفل اهو. قربوا شويه اهو. اطمن. الحمد لله. جبت السجاير؟ جبت لك السجاير. الو حجابه حجابه، بس يمكن يطلعوني النهارده. روح انت خلي بالك من نفسك. صباح الخير. اهلا. مش انت سيد برضو؟ سيد. انت من اي خدمه؟ لا ابدا، بسال بس على احمد. لا مش موجود، خرج مشوار كده. الا قول لي هو مالك العربيه؟ لا انا شغال عليها لحساب. طب ونبي لما تشوفه بقول له ناديه سالت عليك. يوصل. تنساش عرب. ابوتيكا. وبعدين ايه عيد الكعبه بتاعتك دي؟ انت لسه ما لبستش. والله ادي يا عباس محتار مش عارف البس ايه ولا ايه. يا دخاخ من كتر اللي عندك البس الحته الزفره اللي حيلتك وشد فوق البلط. البلطو ده في صون البهدل. وبعدين انت مش شايف ان الدنيا حر؟ سيبك من الحر، المهم المنظر. بقول لك ايه يا عباس، بيت الفتحيه جت؟ الله يخيبك، انت لسه متعلق بيها؟ انساها بقى، منصور خلاص عملها عملها. طب امشي 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 من هنا. انت امشي امشي. يا جماعه المسؤول عن التست عباس وسيد والعبد لله. ويا اب عيد يا غطس. يلا بقى يا عيد الكل جاهز. قصر يا عيد وهات من الاخر. يلا انا ليا كلمه صغيره احب ابلغها لسيد بالذات. انا مش اقل من طاهر مصطفى في حاجه ابدا. ولا طاهر ابو زيد يا جدعان. عيد ده الجوهره السوداء، والجوهره دي لو قبت هتقلب الحاره وتغير الموازين. انا مؤمن بيه. يلا انخع واتكل على الله.
الفرشه. حلوه قوي، نسمع بقى نتسجل. يا ريت رجع الشريط يا عباس. معنا من عينيا. ولا حد اتحرك مكانه. في ايه يا عباس؟ الحق يا عيد. ايه الولا منصور ماله؟ طفى النور، هو نفسه يبوظ الليله. الكرباج اهو، انا طالع. هاتولي يا عباس، هات العصايه. هات العصايه. تعالى يا عباس. ايه تقول؟ انا بس اوعى اوعى. افتح افتح يا جبان، افتح يا جبان. مين مين؟ اضرب على طول يا عباس. اضرب على طول يا عباس. المساك للندن لمراتك. جرب يا عباس، جرب. رجاله بتاعك لازم يتضرب قدام الشباب يا عباس. هيعدي خربت بيته. خربت بيته. واو يا عباس، بيت مين اتخرب؟ اشرب فيه حاجة. عايز بتضرب؟ انت بتتكلم على ايه؟ يا راحت يا راحت. فواز حرام الحمير هو اللي دسها علينا. لا فواز هرب بعد البوليس ما مسكه، وانا خفت على احسن البوليس يقبض عليا. طب تروح يا اخت عند اهلك. ايه مالكيش اهل؟ اه ليه يا اهل، بس لو رحت لهم هيحبسوني ويحلقوا لي شعري انا عشان ما اخرجش. بقول لك ايه، اتفضلي بره العيشه. ناسي على ايه؟ انا جايه لك عشان تشوف لي حد اقعد معاه. لا ما هو هنا مستحيل. طب استنى يا ريس، ايه رايك بس لما اخذ يعني تقعد عند الست ام صبري؟ ست كبيره واحده ليا. ما هو الواد صبري ساعات بيرجع يبات عند امه، ده بيبشر. والله عندك حق، وصبر ده واد شرس، ولو وقعت تحت ايده مش هيعتقها، ودي عامله زي العصفوره. طب وايه الحل يعني لا مؤاخذه؟ ننام احنا الثلاثه بره العيش، وهي تنام لوحدها جوه العيش. يطلع صباح نفكر على رواق. واهل الحته عدم المؤاخذه لما يلاقونا نايمين بره العيش محدش يوم هيقدر يتكلم. اه صحيح، الانسان سمعه. ايه وقف معاك على العربيه. نعم يا اختي. كلام عباس معقول برضه، اننا احنا بره وهي تنام جوه والصباح رباح. انتوا التلاتة؟ اه احنا التلاتة. يلا وضبي نومتك، وهي حصيرة الصيف واسعة. خد يا عبس. يلا سيد يلا. اروح فين؟ يلا. اللي هالفلت والبصور. منصور منصور منصور، عايز مني ايه؟ انت ما بتردش ليه؟ ايه؟ خلاص انت صحيح قطعت النور يا منصور. علي الطلاق لما وصلني صوتك وانت بتغني. ايه؟ كنت عايز اقطعه، لكن الحكومة قامت بالواجب. انا مش عارف ايه اللي وزك على موضوع الغنى ده. علي بوبي قال لي صوتك حلو يا عيد، وراح وجه مراجيحي، لكن انا الكلمة علقت معايا. هي مراتي. اقصد مراتك حامل. ايوه حامل. هتسميه ايه؟ منصور. منصور خير يا عيد. لما يطلعونا رجعني معاك الحارة. يا بنت العضادة. تعالى انا تعالى. اه يا زفر يا بنت طول عمر الزفر زفر. وانت انا حبيبك يا احمد. طول عمرك زفر. انا ما عملتش حاجة. قوم معايا سيب البيت. ايه اللي جت ليها؟ لا افضحك وخلي بتاعتك في سنين. قول يا ناس. انت واقف مش انت معايا. انا عملت ايه؟ ده انا حبيبك يا احمد.
اتربت معاك ونام. ناموا. انا عايز اتجوز نادية. اعيد لي عليها يا احمد. افتح عيد انا سعيد. عايزين تزعق ليه؟ ما تتكلم بالراحة يا عم. انتوا مش ربتوا وسبتوني. عايزين مني ايه بقى؟ مش الواد عباس هيتجوز البنت نادية؟ ها؟ طب استنى يا غالي يا سعيد، اخرج اعمل لك كوباية شاي معايا. ده خبر جديد نوفي. كانت ليلة كوفي يا غالي. انتوا اتخليتوا عني، لكن ربنا ما بينساش حد ابدا. الزملاء المحبوسين سمعوا صوتي اتكيفوا قوي، وصوتي وصل حظابط. قال لي ايه ده؟ اتقبضت على ابو حليم وافرج عني فورا. قلت له معلش يا حظابط، معايا واد اسمه منصور. قال لي ايه؟ سوري. وافرج عنه هو الاخر. يا سلام، قال لك سوري؟ امال عندك يا ولا سيد. البنت اللي اسمها نادية دي عكاكه قوي، خلوا بالكم منها. ها؟ انا عارفها كويس. تعالى يا ولا سيد تعالى. بقول لك ايه؟ مشواريها تكون شعرها وخايس قوي، وانت تشوفوها كده تسلمي لها ميه وتفضبوها على الاخر. ها؟ انا هعمل جمال وراجع. خدي بالك منها، دي وحدانيه. ليه؟ النبي الاحسن انا ايه؟ ورايا اشغال شقه مؤبده. انت مش لوحدك يا حبيبتي، كل الليله حواليكي. ما تغلطوا يا ستات. يا اخواتي ما حدش هيجي. من زمان وانا هكمل اوقات كتير قوي بيهفوا عليا، بيبقى نفسي اروح اشوفه، لكن كلهم بيكرهوني ومتبرين مني. ابويا لما كان بيضربنا كان بيقول لي يا بنت انت مفيش فايده فيكي، ولا في الحيطان تقدر تلمك. ايه ياما اللي معادك هنا؟ قومي. طيب يا سعاد جرى ايه؟ ايه يا سعاد؟ مال وشك مقلوب كده؟ كلش خطبت منك عباس ولا مش دريانه ولا ايه؟ قال لي قاعدين يكفوكوا شر الجايين. اصل يا حبيبتي عباس طيب وعنيات ومش عارف اللي جواكي. ايه بقى اللي جوايا يا ست سعاد؟ كلش مكشوف عنك الحجاب يا حبيبتي وانا مش دريانه ولا ايه؟ ما تخش يا خال. انت ايه يا بت؟ خليلي عكنانه، ما تستهدي بالله. هي كانت عملت لك حاجه؟ انا ماشيه ياما ماشيه. انا ماشيه ياما ماشيه. رقصوني، انا عايزه ارقص. وعيد ماله تبعتي لي معاه جواب. عايزه اقابلك اقول لك اللي في قلبي. قولي وخلصيني. واخر مره تبعتي لي مرسال. احمد انا عارفه ليه نادية وافقت على الجواز من عباس. ليه؟ علشان تفضل جنبك. جنب انا؟ وتبقى شريك بينكم. خلصك. عارفه مين عباس؟ انما بقيناها ليله صدع ومش هتعدى على خير. ليه بس يا عباس؟ يا عم حسني ده ضايقني قوي. الراجل سنين دوت اديله شهرين ما خرجش من بيته، واول انا ما زنقت وشحطت منه جاكيته داير ورايا في كل حته. ده انت خامس واحد يوصيه على الحكايه دي. فرحان بيها؟ دي معموله من قماش الكنب. واللي مجنني يا عم حسني انه ما بيلبسهاش. تلبسها يا عباس؟ طب على الطلاق بالثلاثه. لا لا البسها لك قدام الخاله دي كلها عشان بنفسك يا عم حسني تشوف المنظر على الطبيعه. شايف بتلقي فيها؟ هتقع منها. مسخره يابا. ايه العباشة؟ ما حاجه من ريحه الشغل بتفكروا بايام زمان. المفروض ان المناوجست سمير وهبه ما يقلقش على حاجه مع عباس. دي جدعانه، ده اللي انا اعرفه. صح. يلا عباس العروسه جاهزه. ايه؟ تاخد العروسه بدل الجاكيته؟
قولوا قولوا رجب آه. على المزاد آه. مزاد كله قولوا رجب مين؟ أنا سيد سعاد افتح مش حافظة عايز يا سيد أبدا أنا أصل قلقان عليك أول مرة تفوتي زفة يا بنت أنا مش عاوز أشوف حد ولا أنا ولا أنت أنا سبت الشغل يا سيد سبت الشغل بكره نشوف شغلنا ها انت لسه برضو بتفكر في الكاسيت اخص تيجي منك انت يا علي اه فكرتني انا سيد قلت لك جهاز تسجيل وكمان انما ايه هيخليك تعيش لوحدك مع حليم ابوسك انا مش طالع معاكم السفينه هختلي بنفسي على الكورنيش وصية حقيقي بنفكر نبدا حياتنا ازاي سنين عدت الواحد مش واخد باله انت لازم تيجي تعيش معايا وسيد وعباس اقدر لهم العربيه وخلوهم يعيشوا في عشة عمتك لحد ما يلاقوا لهم مكان تاني لو سبت العربية ما بين سيد وعباس هتحصل بلاوي والواد سيد حقه هيضيع لا 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 الولع عبس قلبه ابيض لا ما دخلت حياة واحدة ست والله اعلم هتعمل معاه ايه يا جدع يا جدع اتهت في ايه ده انت حلالي بلاوي حلالك قدام الناس ربنا ايه بس يا عباس بقول لك ايه بس بقول لك ايه عباس ليك حلوة امال ولا لا كنت ياكل قدام الناس تعرف يا عباس اول مره مش على الميه جميله قوي انا وحبيبي انين نونا امانين نونا ايه هاد تعرفي إيه؟ الخمره اشتغلت في دماغي حاسس ان في صواريخ مرشقه بجتتي ده اللي لازم يعلم بيها الا ربنا يا جدع انت مش عايز اوعى اوعى خليني اروح الحمام مسنوقه انام من غيرها انا ما اقدرش انام من غيرها كانت بتهرب وتجيلي
المرة دي اتجوزت. عباس مش هيفلت من ايد. عباس مش هيفلت مني. انا مش هسيبها. انا مش ماشي. انا مستني. الله 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 الله. ده هتروح بالليلة. سيبك منه. ده باين عليه سكران طينة. قد الجروح يا قلم. اللي هيقرب من فواز هيجيب كرشه. اللي هيقرب هيجيب كرشه. فواز. كل شيء نصيب. لو ربنا رددك مش هي هتنوله. انا خايف عليك من البوليس. البوليس قالب الدنيا عليك. لو كان مش قادر تشيل. قولي عاوز تروح فين وانا اوديك في الكرة بتاعي. وديني عند ابني متولي. تعالى فوقي. لا لا انا ما بقدرش انام من غيرها. انا ما بقدرش انام من غيرها. انا ما بقدرش انام من غيرها. تعالى فوقي. سلاتنا للعروت نوسى وسلاتنا للعريت نيس ووطي نشرمت بوطي نوسى للناتي ناس والبوليتي نيس زمان المركب وصلت حلوان وحترد تاني وحترد تاني لا بقولك ايه عباس بقولك ايه عباس مش وقت عباس بقولك ايه عباس عياني بقولك مش وقته ياه ايه مالك جسمي كله اتاخد لما شفت فواز منظره يسعب على الكافر يا جدع وعمل لي واد جن وفتح لي المطوى والقرن غزال وعد جروح يا قلم وركبي مش شايلاني فك العقد يا جميل انا مش قادر انسى منظر الواد احمد لما كربت رجلي واحنا قاعدين قدام العش وانا جسمي مولع نار ولا الجدع الخواجه بتاع المركب بليز النهارده عيد ميلادي ثانك يو بس يا عباس خليك يا عباس عد الجروح يا عالم عد الجروح يا عالم عباس يا عباس يا عباس هدي اللعبه شويه مش عارفين ان انا عباس اوديكي فين يا صحه حد يولع لك متوجع يا سيد مالك واقف ليه خف شويه يا عباس عاوزين ننام ساعه والدبان هياكلنا يعني لازم تلمها اوكر وقضوا راسكم الناحيه التانيه ودانكم لازقه في الجدار اصحاب ايه دي فين كنا بنقول ايه نسمع احنا مالنا الله بس بقى احسن بضرر يا دي النيله ابوتك انا من صغر منحوس لولا عمتها كان زماني بشحط كانت بتتوقفني الشوارع لمتني وكلمتني كتير الله يرحمها هدي جروح عالم عباس قلبه قاسي طالع علي نعم يا سيد نعم انا عايز اتجوز انا طول عمري مؤمن بالنصيب انت فاكرش حاجه بتعيب يا سيد وألف بنت هتتمناك وتقع في حبك بكرة تتجوز يا سيدي وتملانا الحارة عيال يا ايه تعب طب نام نام بقى يا سيد أنا جوزتك عشان تعبت ونفسي استريح لما جاني أحمد تاني يوم ودخل عليا العشه بعدين كما تهكمت عليا قال لي الواد عايز يتجوزك ايه رايك قلت له ماشي يا احمد اتجوز عباس ايه هو مش راجل هنضبط والتجريح ده لازمته ايه اللي في قلبي بقول لك ايه انا نفسي بقى ما تبركش على نفسياتي انا بتخانق يا عباس عباس جنت المال ويحب اللي تلاقيه ونفسيته عزيز عليه قوي قوي ولما انت نفسيتك عزيز عليك قوي اتهجمت عليا وعايز تاخدني بالقوه ليه ام سعاد جابت اللي جوايا وقالتها لي في ليله فرحي قالت لي انت طول عمرك يا عباس حتى انك طاير زي ذكر الحمام بتدور انا فعلا بدور ولقيتك على فكره يا نونة انا غير احمد ولا سيد خالص مين اللي في الصوره دي يا عباس دي مريم تبع احمد بس بنت حلوه وزي القمر متعلق بيها ومش قادر ينساها مع انها مش النظريه يعني
انا جعان. ما تقومي تذبحي لنا كام جوز حمام كده، مع ان ما باكل الحمام ده ما بيقعدش في ظهري. قومي، دي بينها ليله ما يعلم بيها الا ربنا. قوم يا اخت قوم. انت دايما مجالوش على نفسك يا احمد. فاكر ايام المدرسه كنت دايما سابقني، كنت انت الزعيم. صور علي، طول ما انا مستنيك ما كانتش حاجه بتفرق معايا. ازف افراح ما زفش، اقف على العربيه ما اقفش. حاجه واحده بس اللي كانت مخوفاني من الشغل معاك. ايه هي؟ السجن. ايه بتضحك على ايه؟ ايوه بخاف من السجن يا علي. اصل انا ساعات ببقى عايز ادخل السجن عشان اهرب من الموت. الجماعه اللي بتطاردني وعايزه مني الفلوس خلاص ما عادش البوليس بيحميها. انا عايز اغسل الفلوس دي، وانت اللي هتغسلها. هاخد لك شقه في مكان حلو، وتشغل الفلوس في مشروع، وانا هقف ورا. هديك ورقه مهمه جدا فيها كل العناوين بتوعي. لما تقرر تعال. افتح يا عباس، بقالك تلات ايام قافل عليها. اطلق الحمام يا عباس. افتح يا عباس. افتح يا عباس. ايه سامع حاجة؟ اصوات غامضة. يلا بينا نقعد على القهوة وبعدين نرجع له تاني. يلا. يعني ايه اصوات غامضة؟ نفس الاصوات اللي بتحدث مع الواد منصور. انا في خيالي اجيب حديد واحطه على الشباك، واشتري سلسله وقفل، واسكر باب العيشه ده خالص. انت في خيالك تحبسني يا عباس. يا بنت انا بحبك وبغير عليك، ونفسي اعمل عيله. يا راجل خلي عندك دم. تعمل عيله ازاي؟ هي كانت العيشه بتاعتك. لو احمد ساب الحاره انا وسيد ظهرنا هيتقطع. ايه مجيت علي بوبي دي وغوشتني. انا لازم اامن نفسي. علي بوبي رامي طوبتي، بيقول لي انت بالكتير مقاسك حرامي طير. بقول لك ايه يا عباس، ما تيجي نسافر ليبيا. لوبيا؟ هنعمل ايه في لوبيا؟ فرده. فرده مين؟ ده نص فتوات الجبل سافروا على هناك. ده حارتنا لوحدها مصدره خمس فتوات. يا اخت احنا مالنا ومال الجبل، خلينا في الوادي. وادي الوادي السعيد. النقلنا في الضياع. الوادي الجديد. انت كنت مالك مزنده ليه؟ ما تقومي تاكلي. اسمع بقى، انا هتكلم قدام اصحابك. تتكلمي تقول ايه يا وليه يا بيكس انت؟ بطلي بكاسه بلاش احراج. عباس حابسني ومش عايزني ازور ابويا. امي وحشتني. مش فكرك بيهم دلوقتي. نفسي اشوف ابويا واقول له ان انا اتجوزت وبقالي بيت عشان استريح. امي كمان هتفرح قوي، اصل
اصل امي كان نفسها تلم. عارف يا احمد كانت بتقول لي ايه؟ يا ملي دماغته اللي هيجوزك ويقفل عليكي بابي. كانت بتقول لي ايه؟ انت صويا عليك. خلاص يا نادي انا هاخدك ازورك اهلك وانا مسؤول ارجعها لك. يا ساتر يا جدع، زي ما اكون حابس قط ذكر اللي بتشامش مع الخروج. بتخانق يا عباس. يا عباس ما تاخدها اخد زورها اهلها. يا لا اهلي خالص، تقول لك اهلي وقرايبي كتير بس ما بحضرش فيهم. ايه يا فوزير رمضان؟ ابني مات يا احمد. طب انت بقى ملكك، اوعى ملكش ابني. ابني مات يا احمد، ابني كان في الوعيد. قضاء الله وقدره. شد حيلك يا شد حيلك، ربنا يعوضك خير. لا حول ولا قوة. ابني لا حول ولا قوة. ابني مات يا ازيك يا سعاد؟ ايه ده؟ مالك يا بيت؟ خرب بيت عقلك، وشك متغير، انت عيانة. ابدا مفيش، انا كويسة. لا مش كويسة، امك قالت لعيد انك بتقفل عليكي اوضتك بالساعات وبتقومي في نصاص الليالي تغسلي، وبعدين ما بقيتيش تتكلمي زي زمان، انت كنت غابت. شفت انا جبت لك ايه؟ عقد بقى، انما حكايه. ايه رايك اساعدك؟ على فكره انا جايبه من زمان بس ما كانش في فرصه ان انا اقابلك لوحدي. سعيد مالك؟ سيبني سعيد، انت زي اخويا دلوقتي. يا سعيد سيبني ارجوك، ما تزهقنيش، انا تعبانه حرام عليكم. تعبت يا حلو، تعبت. حتى علي بوبي خد مشروع الكاسيت باستخفاف، كان نفسي اشدو واكمل مشوار المغنيين الكبار العظام. في ناس كتير ملهاش حظ، اعتبر نفسك بقى واحد منهم ورايح نفسك. لا ساكرر محاوله ولن يهدأ لي بال. ربنا ان شاء الله يفتح علينا زي ما فتح على عبد الحليم حافظ. امين يا رب. طلع خلينا ناكل في جو البركة اللي احنا فيه ده. انا سامع اصوات جميلة في الهواء، اصوات بتردد اغانيه، ضي الاناديل في شارع الضباب. الجو لا يخلو من سحر وعذوبة. بسم الله. ازيك يا فواز، وازيك احوالك؟ ناديه وحشتني. وحشتك انت وليا قلابه، فرجتي عليا الخلق. من ايه ما قلت لك اكتب عليا؟ كنت هتجوزك بس انت وليا هجاجه. انت جايه ليه؟ جايه اقول لك ابعد عن الشر وغنيله. عباس لو شافك بتخون حواليا في الحاره هيقطع رجلك. عباس بيغير عليا من دبان وشه. انا هقتلك وحياه ابني متولي لقتله. روحي قولي له مش هتتهنى بيها، قولي له فواز مش هيهنيك بيها يا عباس. طب بس ايه، تاخد معاك فلوس؟ ايوه معايا. انا ماخدش فلوس من واحده ست،
جواز ما ياخدش فلوس من واحدة ست. توكلي على الله، اتكلي على الله. يا اخويا تسعى لرزقك، الواد سيد مستفرد بالعربيه وبيدينا ملاليم، ما توقف عليها انت بداله، اصل الواد ده اكيد الاكيد بيخنصر من الفلوس. لا الولد السيد ما يخنيش، ده عشره عمر. انت خلاص ما بقتش لوحدك، كنت الاول خفيف خفيف، انما دلوقتي ما تقومنيش عليه، انا عارف زن النسوان. يلا نامي بقى، خليها ننام. نامي. بس فين؟ جه وخرج. قلت له ان انا عاوزه؟ قلت له ايه؟ هتفضل واقف مستمر على الباب كده؟ ما تخش، عايزك موضوع. موضوع ايه؟ مفيش بيني وبينك مواضيع. لا في سي عباس مش عايز يشتغل والفلوس شحه معانا. طبعا ما هو مش فاضي الا الخادم. ليه؟ بنت انت. بقول لك ايه؟ اذا كان عباس ما يقدرش يأدبك، انا ممكن أأدبك. ضل ابيض يا ورد، ما صدقت استفرد بالعيشه وانت جايه تقولي لي نشوف بالعربي. بقى احمد عايزك تمشي. هو قالك كده؟ ايوه يا عباس، احمد يقول كده واكتر من كده. فوق اصحى، انت عايز يشاركك فيا. مين اللي عايزك شركه معايا؟ احمد. احمد تضربني يا عباس؟ وانا اضرب ابوك كمان؟ هو الضرب جديد عليك ولا ايه؟ دول هما اللي حيلت في الدنيا. سوري يا اختي، هتفتري عليهم؟ جاتك داهية، الله يخرب بيتك على بيت وزي. ايه يا عباس، انت هتقعد تتفرج عليا؟ ما اجيب هدومك. صورة الولا سيد، بحب عبد الحليم قوي. حليم قوي، هات يا اخويا هات. على فين يا عباس؟ واخد العربية ساعة الفجرية وطالع بيها على فين؟ كمل نومك انت يا سيد، مالكش دعوه. يعني ايه ماليش دعوه؟ بتسرق العربيه يا عباس؟ بتسرقني انا واحمد يا عباس؟ جرى ايه يا سيد؟ ايه يا سيد؟ انا اولى منكم الاثنين بالعربيه يا اخي، انا متجوز وماليش شغلانه، والبنت هتطير مني. يعني انا ليا شغلانه؟ ما انتش ماشي يا عباس. انا همشي يا سيد. مين يا عباس؟ لا همشي ومش هتقدر تمنعني. امنعك يا عباس. احمد احمد اصحى يا احمد، احمد اصحى يا احمد. ايه في ايه؟ عباس وسيد بيقطعوا بعض. ايه الساعة كام دلوقتي؟ احنا الفجر. ايه يا احمد، بسرعة بسرعة يا احمد. احمد يا عباس. لا يا عباس. يا عباس يا عباس يا عباس. ايه؟
بتعمل كده ليه يا عباس؟ تقدر عايز يهرب بالعربية يا أحمد. ليه تعمل في إخواتك كده يا عباس؟ إخواتي؟ طب عليا وعلى إخواتي يا أحمد، أنا لازم أقول لأهل الحتة كلهم أنا ليه عايز أسيب الحارة أنا ومراتي. قول يا عباس. هقول يا أحمد، يا أهل الحارة اسمعوني كلكم، أحمد وسيد اللي هم إخواتي وأصحابي عايزين يشاركوني في مراتي، عايزين أشارك معايا وأنا راجل حر، يرضيكم الكلام ده؟ لا ما يرضهمش يا عباس. الحارة بقى اللي لازم تعرف إنك ما كنتش خارج بطولك، كنت هتخون إخواتك وتسرق عربية السمين، ولما سر انكشف حب يلغوش على الموضوع بمسألة الشرف والشرك. ومش هتقعد في العيشة دي يا واحدة، لا أنت ولا مراتك. بالسلامة يا أخويا. ولا يقعد في الحارة كلها. دي شنطة. لا دي شنطتها أنا، هياخد هدومه هو ومراته بس. يلا خد مراتك واتجي يا عباس. غير العربية اللي مش بتاعتك يا عباس. عباس بيكذب يا احمد مش كده؟ قولي احمد انه بيكذب. انا مش عارف اعيش من غيرك، انا بحبك يا احمد، اتجوزني انا بحبك. ساب الحارة بسببك يا سيد، روح لحالك مش هفتح لك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين عارف.
مالك شيء؟ عيد ما رضيش يفتح لي الباب يا مسعود. معلش عيد زعلان على احمد. هيكون اكتر مني، انا عريان من غيره، بس هم احسن مني. عباس واحمد احسن مني. المهم جاب لما ماشي وكشفوني. ما تبقاش لوحدك، تعالى بات هنا معايا. خيرك يا مسعود. معرفش سعاد رجعت ولا لا. سعاد انا سألت امها قالت مفيش خبر عنها. بدأت مساء اليوم عمليات فرز الاصوات الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية المحلية في 257 لجنة هامة تحت اشراف السادة القضاة والمستشارين، حيث يتم اعلان نتائج اول سيد. اول تعالى سيد. كل محافظة من محافظات الجمهورية. عامل ايه يا سيد؟ الحمد لله. راح اللي كان عامل لنا حس في الحاره. ما تعرفش عباس راح فين؟ تعرفش عمرو؟ وحشت. حتى شتمته ليا لسه بترن في وداني. الله يخرب بيته، كان عليه حركات. ايه يا بنفسك بتبهي وانت ظهري حزين، العين تتعبك وطبعك محتشم ورا راضي ليه يا بنفسك بتبهي ليه يا بنفسك. احمد مرجعش. الا انت تعبت وطبع محتاج. خدوا على جوجل. سابتني ورجعت لبتاع الحمير، رجعت لفواز، بس انا راجل وطلقتها. كانت بتحبها؟ كنت عارف، وعارف برضه ان احمد راجل وما يخونيش. ارجع عيش معايا يا عباس، انا بقيت لوحدي. المعلم رجب ومسعود هيفرحوا قوي لما يشوفوك. يا سيد خلاص انا اتهديت، بقيتش عباس بتاع زمان. ساعة سعاد ما هربت واحمد ساب الحارة وعيد قاعد في البيت بيقرا دعية ما بيخرجش، حتى نسي موضوع الكاسة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة، ومن ولد يكون علي وبالا.
علي بوبي جسمه مترشق رصاص يا عيني. مين اللي بره؟ الله. الدنيا غريبة واللعب معاها حلو. دايما كنت بجري بدوب في الهواء عشان افضل العب معاها. الدنيا ما هياش قرشانة علي، انا عايزها اديني الطيبة عشان الموت عني علي. علي علي سعود خد عربيتك بسرعة، لازم نتفرق قبل النهار ما يطلع. لو البوليس عارف هيبهدله ويبهدله. حلو. اللهم اجرني من لذة الحياة وقسوة الموت، واجرني من حلاوة النصر وهم الهزيمة، واجرني من نشوة الجماعة وألم الوحدة، واجرني من فرحة اللقاء وهم الفراق، وأجرني من رحيق الفرح وعلقم الألم. أجرني فأنا منك وإليك يا أرحم الراحمين.